مرحبا، معكم كارمن شماس، واليوم بدي احكي عن يوم الخميس 30 ايار مايو. اليوم القمر مرافقنا بعده من برج الحمل الناري. امبارح كان موجود ببرج الحمل، اليوم ايضا موجود ببرج الحمل. الاجواء حلوه، الاحوال الفلكيه حلوه للابراج الناريه، الحمل اكيد طبعا لانه القمر ببرجكم. الاسد يتفاعل بطريقه جيده جدا اليوم مع محيطه، وايضا مواليد برج القوس يلي هن بامس الحاجه للحظات من الانفراجات والحظوظ. اذا هالثلاث ابراج مفروض تكون هي اليوم ماشي حالة، بقية الأبراج بتتغير الأجواء عندها تدريجيا خلال ساعات النهار، وبكرة الأجواء لكل الأبراج مختلفة كليا عن اليوم. فكيف بده يكون نهارنا؟ منبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل نهار جميل جدا، من الأيام يلي بتقدر تتكل فيها على تقدم شغلك وعملك ونجاحك. حتى أسلوبك اليوم يبدو وكأنه الناس بتتقبله. هلأ في ناس يمكن هي معترضة على طريقة شغلك، واليوم يمكن تشعر أنه أنتو اليوم مواليد برج الحمل يمكن تحس وتشعر بقوتكم بطاقتكم وبقدرتكم وبكفاءتكم، فما غريب اليوم أنه يظهر بعض الأشخاص يلي بيغاروا منكم أو قلبكم مواليد برج الحمل. اليوم تقدروا تاخدوا الخطوة والقرار لأنه عندكم الجرأة لتواجهوا الأمر الواقع. بتبقى المواليد الأكثر حظاً، كلكم محظوظين لأنه القمر ببرجكم بشكل خاص من تأثيرات كوكب المشتري. الأكثر حظاً هي 10 و11 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. اليوم بتهدأ الأجواء عند مولود برج الثور. من مبارح الأجواء هادي، من مبارح الأجواء بتزهق، من مبارح الأجواء غير واعدة لمواليد برج الثور، لكن كل الأبراج بتمرق بهيك مرحلة. القمر بده يمرق خلال القمر الشهري، الدورة الشهرية بيمرق بكل الأبراج، يومين يومين ونص بيمرق على كل برج، فكل الأبراج بتمرق بيومين من الركود. الشطارة إنه اليوم مولود برج الثور تعرف تستفيد من هالهدوء بطريقة إيجابية، وذلك بالابتعاد عن إنه تكبر تعرض كتافك مثل ما نحن بنقول بلبنان، إنه تعمل حالك أبضاي وتجازفه. فاليوم ما تجازفي، ما تجازف، عدوا عاقلين، اشتغلوا باموركم يلي الخاصة اللي بتحسوا انه حدا عم بيشدكم لتدخلوا بهيك امور ما تدخلوا فيها اليوم. قراراتكم وحسم الامور اتركوها لبكره او بعد بكره. اليوم حضروا حالكم، في احتمال يكون في تاخير باموركم، فعدوا عاقلين وما تتوقعوا الكثير. هلأ من ناحية تانية، لأنه كوكب الزهرة موجود ببرجكم، في بعض الحظوظ، بعض الحظوظ عند مواليد 8 و9 أيار مايو، لأنه زحل وبلوتو ببرج الجدي عم بيعطيكم تأثيرات رائعة. كمان في احتمال أنه يكون في عنا تأثيرات جيدة جدا ل10 11 14 15 أيار مايو. انتبهوا الأقل حظا، انتبهوا 24 25 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء اليوم نهارك لطيف، لطيف معك، لطيف معك، يتعاون معك، يتعاطف معك، بيدعمك، بأيدك، بنجحك، ولكن مش لحالك، فقط من خلال التعامل مع أشخاص آخرين. يعني ما تخاف اليوم أنه تطلب مساعدة. أحيانا كتير بيطلع بالنا نشتغل لحالنا، نقدر نشتغل لحالنا، بنحس حالنا فعالين أكثر، لكن اليوم نهار بتقدر تنجح فيه ولما بتتعاون مع الناس. بكرة نهار آخر، لازم تسمع نهار بكرة أو الأبراج الأسبوعية لتعرف بكرة كيف بده يكون. 11 12 و13 حزيران يونيو الأكثر حظاً. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان اليوم بعتبره نهار تقيل بالنسبة لك، تقيل لأنه في مسؤولية. لما القمر بيكون موجود ببرج الحمل في مسؤولية عند مولود برج السرطان. مولود برج السرطان منه من الأشخاص يلي بيهمل المسؤولية، عادة بيمشي فيها، لكن لأنه الشمس موجودة ببرج الجوزاء فما غريب أنه يكون في عند مولود برج السرطان شوية قلق. الأجواء متقلبة، هذا شيء صحيح، انتبه لشغلك، ركز لحتى أمورك تمشي بطريقة سليمة وجيدة. حضر لشغلك وكون حذر إذا كنت من مواليد 1 و2 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد.
طبعا مثل ما قلت بالبداية، مولود برج الأسد، أنت تنتمي لمجموعة الأبراج النارية، فالأجواء عندك اليوم حلوة كتير. الشمس من موقع برج الجوزاء داعم لك، فأنت الأمور عندك ماشية بطريقة كتير 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 حلوة. مواليد برج الأسد، الأجواء عندك يبدو وكأنها مسهلة لحتى تقوي هالمعنويات اللي عندك إياها وتتجرأ في خوض هالمشروع اللي أنت عم تشتغل فيه. على الأقل اليوم إذا اشتغلت فيه وركزت عليه على الأرجح بيمشي حاله. الأجواء عند مواليد برج الأسد قوية حلوة، وأنت تعتبر من الأبراج الأشخاص اللي اليوم بيقدروا ياخذوا خطوة كبيرة. فإذا خايفين، نقزانين، عتلانين هم، تحكوا مع فلان مع فليتين، جربوا. اليوم معقول تنجح، واليوم فرص النجاح أكثر من بكرة. الأكثر حظا كلكم محظوظين بشكل خاص 13 14 و15 آب أغسطس، لأنه تأثيرات كوكب المشتري بعد عنكم وعم تعطيكم كل الحظوظ. كمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء، اليوم نهار هو لترتيب الأوضاع، أوضاعكم، أفكاركم، مشاريعكم، سكجول عندكم إيه، شو في عندكم معاملات حلو تفكروا فيها، لأنه نحن عم نحكي مع عدة أشخاص عم بتوجه بالحديث لكل الأشخاص، الصغار والكبار، الطلاب اللي بيشتغلوا ما بيشتغلوا. فاليوم مولود برج العذراء حلو انه يهتم باوراقه ومعاملاته بترتيب هالامور لحتى يكون كله مسهل وماشي بطريقه جيده. حضروا هلا، اذا بدكم تتركوا تاجلوا لبكره وبتقدروا، بكره نهار مفروض يكون افضل، وبالتالي اليوم ما تخلوا هيدا النهار اصلا يمرق مرور الكرام، لانه ما حدا بيعرف بكره شو فيه، او السبت يمكن يجد عليكم شيء اخر وما تقدروا تلحقوا، فكونوا اليوم دقيقين بتحضيراتكم. كوكب الزهرة بيحملكم تأثيرات حلوة كتير إذا أنتم من مواليد 11 12 و13 أيلول سبتمبر، لكن حظوظ عابرة وسريعة. أما فعلا 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 الأكثر حظا من زحل بلوتو وأورانيوس هي 27-28 آب أغسطس، رائع التأثير، 12-16 أيلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. اليوم مولود برج الميزان، صحيح الشمس موجوده ببرج صديق لك وانت مبسوط وعم تحتفل بكل الاوضاع من حولك وماشي الامور بشكل جيد، لكن من امبارح بلشت شوي الامور تتعثر، وحاسس انه في شيء نوعا ما عم بيعذبك وما كتير عم بيمشي مثل ما انت بتريد، لكن ما معناتها الجو معاكس لك، يمكن عم بتحاول انك توصل الى حل وسط مع شخص او مع فريق او مع جهه معينه، ولا لا؟ بلطافتك، بدبلوماسيتك، بمرونتك، اليوم مولود برج الحمل ومولودة برج الحمل بتقدروا تلاقوا حلول، لكن انتبهوا ما تحاولوا تفرضوا الرأي، بيعذبوكم شوي، لكن في احتمال انكم تطلعوا بنتيجة إيجابية. تبقى المواليد الأوفر حظا نسبيا 30 أيلول سبتمبر. كمل مع برج العقرب. اليوم مولود برج العقرب لازم يعرف انه اليوم أفضل من بكرة، عم سبق عليكم. اليوم في شغل، في ركض، في ملاحقة ومتابعة بالدرس، بالواجبات، بالأمور الصحية، بالأمور الروتينية مع العائلة، بشغلكم، بدرسكم. الأجواء متقلبة صحيح، لكن أنتم بتقدروا. مواليد برج العقرب من الأشخاص اللي فعلا عندهم طاقة كتير كبيرة وما بيستسلموا، ما بيخافوا من شيء، وبالتالي اليوم كل شيء مطلوب منكم هو ترتيب الأولويات. بعض مواليد برج العقرب يمكن يكون في عندهم قلق حول قصة يمكن عتلانين هم، ما هي قصة، يمكن تكون صحية، يمكن تكون معاملة معينة عم تشتغلوا، عم تحضروا لبروجي، ومطلوب من مواليد برج العقرب انه يكملوا بكل هالأمور لكن بدقة. نهار متعب شوي صحيح. الأكثر حظا نسبيا هي مواليد، نسبيا عم بقول 9 10 11 نوفمبر تشرين الثاني. يلي عنده معاكسات وعم بذكرها دائما لأنه كوكب أورانيوس عم بيواجهها من برج الثور، هي مواليد 28 و29 أكتوبر. كمل مع برج القوس. بالنسبة لمواليد برج القوس، الأجواء اليوم بتزقف لمولود برج القوس لأنه القمر موجود ببرج الحمل في بيت الإبداع وبيت المخيلة الواسعة وبيت النجاحات والتقدم والتطور والتغيير. كل شيء بدكم إياه عم تحلموا فيه، عم بتجربوا إنكم تغيروه تدخلوه حياتكم وما قدرتوا امبارح مثلا، اليوم بعد فيه. من كل هيدا الأسبوع امبارح واليوم هني الأفضل،
لازم تتابعوا الأبراج أسبوعية لتعرفوا كل الأسبوع كيف بده يكون، ولتعرفوا تختاروا الأيام الأفضل بالأسبوع وتقرروا عليها لشغلكم المهم. فاليوم نهار مهم آخر بهذا الأسبوع، ما تتركوا يمرق مرور الكرام، تركوا الأمور البسيطة والسهلة لأيام أخرى. نهار ممتاز بيحملكم مصالحة، ويمكن يحملكم أيضا فرصة لتروحوا وتمضوا على الكونترا اللي أنتوا بدكم إيه. تبقى المواليد الأكثر حظا، ودايما عم بذكرها لأنه كوكب المشتري موجود عندكم، هي مواليد 12 13 و14 ديسمبر. كمل مع برج الشدي. بالنسبة لمولود برج الشدي، اليوم نهار مكركب شوي. من امبارح قلت لكم الأجواء مكركبة نتفة لأنه منغلق شوي على ذاته، أو مجبر مولود برج الشدي يكون منغلق على ذاته بسبب شغله، بسبب يمكن أمور كتيرة فوق راسه، أو يمكن ما عم بيقدر يركز، أمور عائلية أمور شخصية، كل هالأمور هيدي. الصحة الشغل، يا اما بتروحوا على البيت واخدين شغلكم معكم، يا اما من الشغل بتضطروا تروحوا على البيت لانكم تعبانين، يا اما بدقوا لكم اركضوا وعجلوا. اليوم مولود برج الشدي شخص مش فاضي كتير انه يضيع وقت لانه في 100 شغله براسه، وكمان في بعض الطباع المتقلبه، لكن الجو منه سلبي، ففيكم تقولوا انه الاجواء بتقدر تكون ماشي حالها. يمكن تكونوا مشغولين بترتيب المنزل، بترتيب اوضاعكم، الاهتمام بحالكم لاسباب كمان فيها تكون ايجابيه، لكن اليوم نهار متعب. الاكثر حظا لانه في عندنا تاثيرات حلوه من اورانوس، هي مواليد 26 و27 ديسمبر. كمل مع برج الدلو. اليوم مولود برج الدلو وتحت تأثير أول شيء الشمس الموجودة برج الجوزاء، تأثيرات كتير حلوة منعشة جدا إيجابية جدا. التأثيرات اليوم بتخلي مولود برج الدلو يكون متابع لعمله ولشغله بطريقة ممتازة. لأنه القمر موجود ببرج الحمل، اليوم مولود برج الدلو راكد ومعشوق، ومطلوب منه انه يركز، مطلوب منه انه يكون دقيق بعمله، ما يضيع الفرص واللحظات الحلوه، لانه هاللحظات الحلوه هي فعلا بتخلي مولود برج الدلو اليوم يكون فعال ويلفت الانظار بشغلك، بكلامك، بالفكره اللي بتعطيها، الحجج اللي بتعطوها، طريقه شغلكم. مواليد برج الدلو انتم اليوم اشخاص فعالين وكفؤين، ولازم تكونوا موجودين، ما تختفوا، ما تخافوا، ما تنقزوا. احكي مع صاحبتك، احكوا مع المسؤولين، احكوا مع الناس، افكاركم ولا اذكى من هيك. فانتبهوا، ما ضروري انكم تطرحوا افكاركم بطريقه قاسيه، بالعكس تماما، افكاركم اذا عارفين شو بدكم تقولوا اطرحوها لانكم تقدروا توصلوا الفكره. الاكثر حظا اليوم فينا نقول هي مواليد 28 و29 كانون الثاني يناير. بكمل مع برج الحوت. اليوم مولود برج الحوت، يمكن يكون اليوم مولود برج الحوت وتكون مولودة برج الحوت عم تهتم بحالها وببيتها، المصاريف ويمكن الاهتمامات والتوظيفات المالية فيها تكون على المنزل. فجميع مواليد برج الحوت اليوم عندهم، ما رح أقول قلق، لكن عندهم طموح وعندهم توجه وعندهم نظرة للمستقبل ليشوفوا شو اللي بده ترتيب بحياتهم الخاصة، إن كان من زواج، إن كان من منزل، إن كان من عائلة، إن كان من تحضير وتطوير وتجميل الديكور في عندكم في المنزل، أو حتى بحياتكم الصحية. يمكن عم تهتموا بأهلكم، يمكن اليوم مواليد برج الحوت بيستقبلوا بعض الأخبار الحلوة يلي بتعطيهم فعلا هالشعور بالنجاح والشعور بالثقة بالنفس. مواليد برج الحوت أجواءكم اليوم بعتبرها جيدة وحلوة، شرط انه تحافظوا على فعلا هال 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 قوة الإرادة اللي عندكم إياها، وبالموضوعية بتحليل الأمور لما بتنطرح قدامكم فكرة. يمكن في فاتورة معينة لازم توجهوها ولازم تخلصوا منها. نهار جيد بجميع الأحوال لأنه لا يوجد سلبيات. 10 11 و12 أدار مارس الأكثر حظا. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة مرتبة بالنسبة لكم، لأنه هيدي سنة يمكن بتخليكم تكونوا أشخاص فعلا تحت الأضواء، لأنكم يمكن تكون شعبيتكم أقوى بهيدي السنة. هلا حلو تشتغلوا عليها وما تتركوا حالكم إنه يلا للصدفة، اشتغلوا عليها، هيدي السنة بتقدروا توصلوا إلى
مركز أعلى وإلى مركز أفضل. حزيران يونيو تموز يوليو آب أغسطس أكتوبر وشباط فبراير هني أفضل الأشهر. بتمنى لكم نهار كتير حلو وعطلة أسبوع حلوة مقبلة، وما تنسوا تتابعوا الأبراج الأسبوعية واليومية كل يوم على شاشة اليوتيوب لكارمن شماس. بودعكم، باي باي.